صباح الخير البنات، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله باذن الله. اليوم مع فلوق جديد او روتين جديد. المهم مشينا انا واحمد، وصلنا البنات للمدارس ديالهم، وجيت وعاد غندخل ندير روتين ديال وجهي، نغسل وجهي وداكشي، حيت الصباح ما كيبقاش ليا الوقت بحال كنفطر بناتي، نبدل ليهم نوجد لهم الكوتي دغيا كنخرجهم. حتى كنرجع عاد كنفطروا انا واحمد على خاطرنا، وعاد كنديروا زعما كل يدير روتينو اللي مولف عليه. غندخل نغسل وجهي وداكشي، عاد غادي نخرجوا نمشيو نترينيو. المهم انتم دوزوا معايا هاد النهار. صباح الخير احمد. صباح الخير، كي داير؟ لاباس عليك؟ لاباس. نصاوب لك التصوير على الفيديو. الفيديو اللي غتحط اليوم ديال المقلب. يلاه قولوا لي كي جاكم داك المقلب اللي درت في حمد، واش عجبكم؟ واللي ما شافوش غنحط لكم هنا، تدخلوا تشوفوا. واعر كيقتل بالضحك. يلا ندخل الحمد. نشرب قهوه وشاي، يا سلام يا سلام، على الواي فاي، يا سلام يا سلام. قولوا لي واش انتم واش كتكونوا محافظين شي اغنيه؟ اسير الناس كنحماق بالضحك على التيك توك فاش كندخل. المود ديال الضحك خصني ندير اليوم شي تيك توك حتى انايا. كتعجبني ديال هذيك ديال وحاحاح ولا زهر لا ميمون العلب والزين، تعالي حدايا حتى وانا قيني. نديرو الصوان ضروري نبداو بيه ديال فور يو، اللي ما نقدرش نستغنى عليه. انت يا سلام يحسسني بالانتعاش. واعر واعر خطير. كتحسي براسك بحال درتي صوان. عندو زين نيني باش حط الوسخ. شوف شوف الرغوه كتخرج فشكال، حيت كتقومي ديك سو لابو. ناري كنحشمش نغسل وجهي هنا في الدوش تراسكم، حيت عندي الماء بارد، ما عنديش هنا في لافابو الماء سخون، كيجيني البرد. نمشي للكوزينه ونقدر نغسل وجهي في الكوزينه، حيت الكوزينه سخونه، الماء سخون تما. والله الا نمشي للكوزينه حيت هنا الما سخون. شكون بحالي ما كيقدرش الصباح يغسل وجهو ما بارد؟ بعد ما كننشف وجهي كنرجع نشف ضروري هاد لونا مينيتو، ضروري كنشفها هكا باش ما كيبقاش فيها الماء. البنات اللي كيسولوني عليها ديما كيقولوا لي خداوها مول الماكياج وما صدقاتش، راه ماشي الفغي، ماشي الفغي البنات. حيت الا ما كانتش الفغي كيكونوا هاد اللعيبات ديالها حرشين، والا كانوا حرشين كيضروكم في وجهكم، يقدروا يخرجوا لكم الحبوب. هادي لا، هادي الفغي، هادي من السيليكون، ودابا وقيلا دايرين فيها دي برومو يمكن. المهم اللي كيهمو الامر نخلي ليه كلشي في صندوق الوصف. البنات هو قال لي انا خارج، انا خارج، خرج، انا طلعت للسطح ننشر، تبعني نورمالمون. شكون اللي خصو يسيروت زعما؟ كنا غنساو السوارت. المهم حنا غادي لاصال بيان سوغ، من بعد ما درت الشقه اللي خصني نديرو في داري وانا غادا. المهم البنات حنا جينا لاصال دابا، ندخلو نترينيو انا وهذا الرفيق وانتوما معانا.
المهم البنات تبينينا انا وحمد شي شويه صراحه انا ما قديتش نتريني حين تسالنا داك واحد اللعيبه كنشربها ديال الانرجي ماشي البروتين ديال الانرجي باش كنقدر نتريني سالت لينا وصراحه ما قديتش نتريني جاني اليوم النهار قاصح عيطات لي الهام اختي قالت لي اجي تغدي معنا اليوم الجمعه قالت لي اجي تغدي معنا غنمشي نتغدى معاها ولقيتوني هاد الايام هادي تالفه الصراحه راني ديجا بارطاجيت معكم انني كنقلب على شي محل ان شاء الله ندير فيه شي مشروع انا وحمد ان شاء الله باذن الله الله يسهل على الجميع. مي الصراحه هنا في قنيطره كاين الغلا غلا بزاف وكاين الاغلبيه البيع او السابوت يعني الكرا ما كاينش الكرا قليل ما كاينش الكرا وانا كنقلب على الكرا وداكشي اللي كنلقى عاوتاني الكرا كنلقى محلات فيهم الاصلاح يعني كحليب غير سيما يعني عاد التزليج ما كاين التزليج ما كاينش احمد قال لكم التزليج ما كاينش يعني خصك يعني ماده صحيحه باش يعني وحنايا كنقلبوا على الحاجه اللي غتكون عاوتاني مناسبه لينا ولا حسب جيبنا. المهم حنا مازالين كنقلبوا دعوا معايا ان شاء الله نلقى شي حاجه زوينه اللي تكون حتى في شي موقع اللي زوين باش يجي ساهل حتى على الناس ان يوصلوا ليه ان شاء الله باذن الله. وانا اي حاجه درتها راني غنبارطاجيها معكم حيت هادشي كامل الفضل كيرجع لله وليكم وشكرا لكم وكنبغيكم بزاف. المهم حنا غاديين دابا ناخذوا من لوكا من ليكول ديالها نمشيو عند الهام اختي حتى سلمى نمشيو عند الهام اختي وانتم معانا ان شاء الله. ماما كلبسي التيشيرت في العشيه حيت انا كنت في لاصه لماما حتى عندك غيجيك الباب. المهم البنات لقيتوني دابا مشات دار ديسافون اخا. المهم بزاف ديال البنات كتب لي في لي كومونتير في الفيديو اللي قبل اسماء كيفاش كدير مع راجلك انه كيجلس في البلاي لمده طويله وما كيتسوقش ليك حيت بزاف ديال البنات كتبوا لي ان عندهم هذا المشكل مع رجالاتهم. صراحه انا ما واخداش مشكل حيت هو عاوتاني لا قراحته هكاك بالنسبه لي الا جلس في البلاي يقدر يبقى 3 سوايع 4 سوايع ما كيهضر معاك ما كيتكلم معاك نخليها انا على راحتو حيت انا بالنسبه لي يمكن احسن بليا يعني الحمد لله راجلي ما كيكمي ما كيشرب ما كيجلس في قهاوي ما كيخرج مع اصحابو ما حتى شي حاجه. دونك انا بالنسبه لي يمكن هذه احسن بليا هي انه في دارو كاس كيلعب بلاي يعني ماشي مشكله يلعب يعني هذه هي رده فعل ديالي حيت قالوا لي بغينا نعرفوك واش كتقلقي. الا ما كنتقلقش ما عنديش مشكل كيجلس 4 سوايع 5 سوايع نقدر الا بغيتي حاجه كنمشي عندو كنبقى احمد داير الكاسك ما كنسمع والو ما كيسمع والو كيسمع حتى شي حاجه يعني عادي. بالعكس انا كنحمد الله ونشكره ان راجلي كيقضى يعني معظم الاوقات ديالو في دارو ما كيخرجش ما كيمشي حتى بلاصه. بالعكس يعني حنا الله شكرا انه كاز كيلعب في الدار ماشي شي طوطح لك في زلاقي سلام لاباس. المهم البنات جينا دابا عند الهام عرفتي واحد الصهد اليوم الجو سخون في قنيطره الموت. المهم سقات الفراس وسلمى هما الاولين سقات لهم باش غادي ياكلوا وعاد غادي نوكل معايا ملك وصافي. المهم راكم عارفين نتلاقاو من بعد. اش كديري طبيبك طبيبه ان شاء الله بنيتي حبيبتي. المهم هادشي مطبب اجي هنايا. المهم حنا صافي دابا غادي نلبسوا حويجاتنا لوليداتنا وباش غنديهم فراس لبستي اجي سلم على البنات كيعرفوك قول لهم باي باي يلا لبسوا حوي لبسوا لبسوا سبرديالكم دغيا نوصلوا واخا يلا. المهم البنات وصلنا البنات وجايبين دور انا وحمد خايفه يطيح لي تليفونه حيت الا طاح لي كيبدا يغوت يسمعك تقولي تيغوت يقول هذا ما عارف شنو تيدير لك. انا سيكينا درويش تمسيكين يا درويش واش يا درويش روح روح عياني عليك لا درويش الله يرضى عليك. المهم كناكل الحلوه هذه وجايبين دورا كنساينو بنياتنا تيخرجوا اليوم غيخرجوا مع الخمسه وصافي هادشي اللي كاين. المهم البنات الصراحه حرفت لينا فين نمشيو جينا لأسواق السلام كالعادة. المهم أسواق السلام مرجان
هادو هما الاماكن اللي كنتساو فيهم حنا الامهات. مول البنات خرجنا من اسواق السلام ما خديت والو غير شفت شي حاجه وغادي نجبنا ملاك هي معانا وغادي نجيبو سلمى وغادي للدار وهانتوما معانا. المهم البنات من بعد ما جينا للدار شكيكه المهم بعد ما جينا للدار انا وجدت دابا اتاي وهذا غنديرو الكوتي وحمد وسلمى تشهاو طاكوس ديال الدار يعني بحكم اننا مبقيناش كنخرجوا قليل دابا مبقيناش كنخرجوا بزاف للزنقه من نهار بداو الفيروسات ديال المرض وهذا وليت كنخاف وتشها الطاكوس. راكم عارفين انا راجلي من النوع اللي كيعزيز عليه هاد الماكل هادو وكنوجدها ليه. المهم نديرو الكوتي بعدا وانتوما معايا. المهم بنات اول حاجه غنشاركها معكم في هاد الطاكوس واللي هي هنايا عندي دجاج صدر ديال الدجاج مقطع على طريفات كما شفتو غسلته مزيان ودابا غادي ندير فيه العطريه. العطريه عاديه كاي عطريه غير هي ضروري يبقى مرقد على الاقل واحد الساعه. غندير البزار غادي ندير شويه التحميره باش كيعطيه اللون اي شي شويه. غادي ندير الملحه غادي ندير واحد المعلقه ديال الخل غادي ندير شويه ديال الخرقوم البلدي غير شي شويه كيعجبني انا كاين السم الدجاج وشويه ديال السكينجبير. المهم هاد التتبيله ديالي انا كتعجبني كندير كلشي غير هو مع السكينجبير مجهد كندير غير شي شويه. المهم غادي نحرك هاد الدجاج ديالي بحال هكا فهاد هاد العطريه ديالو وغادي نخليه على الاقل كما قلت لكم واحد الساعه غنسد عليه وغنخليه واحد الساعه باش يشرب ليا هاد الشيء مزيان يجي بنين. المهم بنات صافي ظلام الحال هاد 8 لاروب دابا اليوم حيت غير الجمعه ماشي مشكل واخا البنات ينعسوا معطلين شي شويه حتى ديك 8 ونص ماشي مشكل. المهم الطاكوس اون فوا خصو يوجد خصو يتحط صافي ماشي زعما تخليه تيبرد صافي كيولي حالته. المهم مقله بحال هكا كندير زويته بلديه بحال هكا انا الصراحه كنت مشهيه نشلط شويه ديال البصيله وعاد نلوح عليها الدجاج ولكن الله غالب ما ياكلهاش حمد حيت راكم صافي ولفت ان حمد ما كياكلش البصله. كندير هذاك الدجاج ديالي الصدر ديال الدجاج غادي نديرو هكا في هذيك الزيت غنزيد عليها البنات واحد المعلقه ديال الموطارد. علاش ما زدتهاش قبيله حيت الموطارد كيطلق شي شويه الماء ما بغيتوش يزيد ليا الماء يطلق ليا الماء بزاف. وغادي نزيد واحد المعلقه ديال لاصوص ديال الصوجا غير معلقه كتطلق البنه هذه اختياريه يعني اللي ما عندوش بلا ما يديرها زعما على حسب. وغادي نخلي هذا الشيء يتحرك مزيان ويطيب ليا مزيان غنخليه بحال هكا البنات على بوطه مهيله وفاش يطيب غادي نكون معاكم. الوقيته اللي كيطيب لي الدجاج ديالي غنوجد واحد لاصوص ديال الطاكوس اللي كتجي واعره البنات ضروري تجربوها كتجي بنينه وسهله. اول حاجه غنحتاجوها واللي هي ثلاثه ديال هاد الفرماج هذا اللي كاري بحال هكا ثلاثه غتحتاجي هاد القشده كاينه هادي وكاينين بزاف ديال الماركات. المهم انا صراحه كنت باغا واحده اخرى مشيت للبيم وما لقيتهاش لقيت هادي الاخرى سالات وجبت هادي نجربها. وغنحتاج حتى واحد الطريف بحال هكا ديال الفرماج حمر اللي غادي نحكو مع هاد لاصوص هادي. اول حاجه غادي ندير اللي هي بوطه مهيله بحال هكا غنخوي فيها هاد القشده كامله غنحك
الفرماج الطيب ديال الفرماج اللي عندي. المهم البنات حتى درت الفرماج تلفت نسيت. المهم درت الفرماج هنا القياس محكوك وغادي ندير الفرماج الاخر هذا اللي مربعت. تقدر ديروا اي ماركه ماشي ضروري زعما شي ماركه. دير بحال هكا وغنبقاو نحركو حتى كيذوب داك الفرماج. ضروري البنات الفرماج احمر حيت هو اللي كيعطي لهاد لاصوص هادي بنه. المهم احمد راه شاد ليا البنات باش انا ندير هاد لا فيديو راكم عارفين كي ديرونجي. وغادي ندير شويه ديال البزار وغندير شويه ديال الملحه وغادي نبدا نحرك. المهم البنات انا باقا كنحرك حتى كي صافي كيذوب لينا كاع هذاك الفرماج كامل. واخا تبان لكم زعما هكا جاريه راه غير حيت سخونه من بعد فاش كتبرد صافي كتقال. دابا تشوفوا معايا في الاخر كيفاش غادي. المهم البنات هنا قليت غير واحد شويه الفريت حيت الطاكوس ضروري كتكون فيه شويه الفريت باش كيجي عامر. هنايا هذيك لاصوص ديالي شفتوا كيفاش ولات خاتره غندهن بها وغادي نديرها من الفوق. المهم البنات هذا راه نقي انا غاسلاه كنغسلو ديما. المهم كديري هذه بحال هكا لاصوص ديالي اللي اصلا صاوبت راني وريتها لكم قبيله راه هذه هي اللي كتعطي البنه الطاكوس. المهم كتحطي الدجاج القياس اللي بغيتي نتيا وصافي. المهم انا غنعمرهم حيت غندير غير قليل غندير غير 3 ولا 4 ياك احمد بارك هكا. غنزيد معلقه انا ديالي دير ليا فيها فرماج احمر. فرماج احمر ودير للبنات هاك الفرماج راه جبتو انا فرماج كاري اه غنديرو كيجي زوين صافي. المهم كديري بحال هكا في واحد الحبات هكا كديري تحت منها هذه ديال الخل. دابا الجمعه خاصها تجمع بحال هكا جمعيها مزيان انا الصراحه هادو لقيت غير الصغار هي نورمالمون كان خاصني الكبار. وغادي نحطها نيشان في باني هكا غنحطها نيشان. المهم البنات انا شعلتو دابا باش غيسخن غنحطها هكا. البنات كيلعبو غادي نخليها شي شويه هكا وعاد غادي نزيرها باش تبريصا ليا تولي ليا واعره. طاكوس ديال اسماء بيوتي صافي طنطا ها هي. غندير حلاها شويه الفريز بحال هكا وهاهو عشا انا وجدت. بالنسبة نوريكم كيفاش كتجي من الداخل وخا سخونه كتجي يا البنات كتشهي ديجا الريحه ديالها واعره. حقكم في الجنه سمحوا لي البنات ولكن الصراحه راه كتشهي هادي راه خصني ندخل فيها دابا طول عرض باينه فيها بنينه. المهم كنشكر راسي بيان سور وصافي. وممكن انك تزيدي هنايا لاصوص اللي وريتكم حيت كتشيط كتزيديها باش كتبقي تغمسي اولا الموطارد اولا هذا كتجي صراحه بنينه وعشه ديال الدار وصحيه واخا هكاك يعني زيت نقيه دجاج نقي كلشي نقي ماشي فحال ديال الزنقه.
المهم البنات غنجلس انا وحمد نتعشاو حيت الدراري البنات خليتهم حقهم حتى يبرد ليهم داكشي علاش ناكلو حنايا وعاد نجيب الدراري ياكل. يا سلام يا سلام واش داكشي مضبوب ولا شنو ولا الكاميرا التليفون وسخه الليل بنانا ماما جاي صالحة حمد نديرها بالبصلة نشرب معاك ما جبتش كاس في الماء ما تجيب كاس من بعد ما تعشينا البنات دابا البنات كياكلوا دانوناس وانا وحمد غندير هاد السلطه هادي حتى انت سلمى ديريكسيون لا لا الليل هذا بنتي ما يخليكش تنسي واخا بحال هكا الفريز نزيد عليها بنينه نزيدو عليها بنانا شنو كنزيدو عليها سلمى دانون دانون شنو اخر تفاحه وليمون لا ما نديرش فيها الليمون ندير فيها دانون حيت الليمون الليل هذا صحا ما نديرش تفاحه كامله غندير غير النص ديالها واخا بارك ياك بارك واش عجبك بعدا طاكوس ولا ما عجبكش واعر سمع حسن هاد الطاكوس ولا ديال الزنقه هذا ابنينا قولوا خواليا 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 اليوم صهتوا مع راسكم اليوم اليوم صهوا مع ما صهوا لهاد الدرجه هادي ولكن ماشي مشكل انا طاحين تنصرني تصبح عيت الناس فاش كتباتي مع با الحاج كتبقاي سهرانه مع امك كتكون عندك لا ليكول لا والو عرفتي انا اش غندير فيها غندير دانون وغندير الزبيب ما نديرش ليك لا حيت تبصيل ما نديرش فيها الزبيب هادي واخا المهم هادي مع ديال سلمى ما غنديرش فيها الزبيب تعجبني ولكن انا كندير فيها الزبيب كيعجبني صحية والله سلمى بنتي اني بحال بابا بابا تيجي باباك ما كيعجبوش الزبيب انا بابا بحال بحال تنتابو كلشي اللي في عندنا بحال بحال شكون قالك اني بحال بحال انت وباباك صحباتك لا عندو مامي تنسمعها كتسمعي مامي صحابي ياك ماما المهم هكا وانا كنزيد فيها السيمه والحمر وكنزيد فيها الزبيب كتجي رائعه البنات جربوها كتجي بنينه صرت مع دانون ديال مالح دبيرينه المهم البنات هاي الزلافه ديال احمد صوبتها ليه غير هو احمد ما كياكلش دانون الاخر كيدير هذا بيرلي كيجي حتى هو البنات زوين حتى انا واقيلا ندير بيرلي هادي حتى الا جات عندي الهام اختي ولا شي حد دابا كندير هادي خالتي اللي كنت تعرفت عليها شحال هادي في كندا درتها ليها كانت حمقاتها كانت عجباتها ماما ساليتي دانون برافو مالك يلا سير بنيني اي اي سنيني اي اي تنيني اي اي منيني اي اي هادي هي اغنيتنا وتحتنا ديالنا لا عارفينها قول لنا في الكومنتات انا هي شطحات ماما يلا لي 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 ديال هكا كليديتات ما عارفينها عارفينها ولكن قولها علينا في الكومنتات هادي جات صغيرة ماشي مشكل ايوا هاد الخليطه ديال احمد
الخليطه ديالي انا هي الاخضر، انا ديالي هي الوعره. كي جاتك كمليها، تخلي فيها حتى الضغمه. وحده اه يلا 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 تعطلتو في النعاس. المهم البنات، جيت نختم معاكم هاد لا فيديو هذا. جيت هنا حيت حمد ناعس، صافي ناعس كلشي، حنا كنعسو بكري. صافي هادشي اللي كاين. غسلت المعنات، مسحت البوطه، طويت واحد الحوايج، واحد الشبكه قد قداش كانت صحامه بالحوايج طويتها. وصافي يلا لقيتوني ساليت، جيت باش نختم لا فيديو ونقول لكم تصبحوا على خير، والله يعاونكم والله يعطيكم صحيحتكم. هذه دعوه لجميع العيالات. شي وليد كيبكي في الزنقه، تخليت صبري مالك. الله يعاونكم والله يعطيكم صحيحتكم، حاولوا على صحتكم، حاولي على راسك، حيت الشقا الصراحه ما كيساليش. بوينات عيي ما تجمعي، ضروري الدار اللي فيها الوليدات كيخصك ديما تبقاي تبعهم، اللعب هنا، لاباطامون هنا، هادي. الله يعاونكم والله يعطيكم صحيحتكم باش تكونوا مع وليداتكم وتصبحوا على خير مع فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.